مميز مفيش كلام، مهمة قوي، وهنا الانطلاقة مفيش أوفسايد، خطيرة، وجوزيف بيساو جول، أسرع أهداف الدوري يا الله، عملوها أصحاب الدار في أجمل حوار وأجمل 45 ثانية، ويا الله على الدوري يا جماعة، مش ممكن مش ممكن، أصحاب الدار أصحاب الأرض، عملها الغاني عملها الغاني، ويحقق أجمل الأماني وأجمل البدايات الكروية في استاد طنطا. ياه يا سلام على النضج الكروي، شوف الراجل هنا ساب الكرة، مصطفى محمد خلاص هو أوفسايد، والتاني جاي مش متسلل وحاططها على يمين الحارس عشان تعلن أسرع أهداف الدوري المصري والتاريخ يسجل. ياه على الجمال، يا على الجمال، ويا على أصحاب الأرض، على أصحاب العنوان والألوان الأصفر، عملوها عملوها. وإيه إيه الديفنس ده؟ إيه اللي طلعين السرد؟ ما كان في حد يلعب فكر جميل وأداء تكتيكي مقنع وممتع لأصحاب الأرض. محمود غالي واحد من أهم مفاتيح اللعب لفريق طنطا، يرفع إيده يبقى فيه ربط على القايم القريب، خطيرة، منتظر هنا أحمد مسعود ويسدد في المرمى، وادي اللاعب العفريت مرة تاني هيسجل، سجل العفريت، سجل الهدف التاني، يا الله مش ممكن يا ابني، انت بتطلع منين؟ بتطلع منين؟ مش ممكن، ده انت ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ هدف تاني تاني تاني، والغاني والتاني لأصحاب الأرض، يا الله يا على كرة القدم الساحرة مستديرة، مش ممكن. قلنا غيبوبة غيبوبة في التنظيم الدفاعي، ومديين فرصة لفريق طنطا، والعفريت على طول ما يكدبش خبر ويطلع من تحت الأرض. بص شوف الراجل اللي جايبه هنا، واصطدى اصطدى جوزيف بيساو عشان يحط هنا سن الحذاء ويحط كورة في الشبكة عشان يعلن عن الهدف الثاني. الله الله على الماتش والبداية، وغريب جدا فريق مصر في منتصف الملعب ومدين فرصة للانطلاقات الهجومية. محمد مرسي هيلعبها ازاي؟ محمد مرسي حطت الكرة عند رضا العزب، محتاج هنا اللمسة الواحدة، وهنا يلعب العرض وخطيرة، ويا ولد يا ولد يا ولد، قلنا الراجل هيغيب هيغيب ويرجع يسجل، واي تسجيل واي هدف، ويا الله هدف بالثلاثية طنطوية، يا سلام عليك يا سلام على المهاجم الواعد الجميل، هدف جميل جمال جميل جمال، ولا في المثال، مش ممكن هدف ولا في الأحلام، يا ولد يا لعيب، ايه يا ابن المهاجم ده؟ ايه يا مصطفى يا مصطفى، انا شخصيا بحبك يا ابن والله. يا سلام على الهدف الثالث الجميل، في غفلة في غفلة في غيبوبة، مش عارف اقول ايه، عماد سليمان الراجل محتار. بص شوف الرضا العزب لازم يبقى الراجل قريب منه، وقلنا الهدف رابطين مع بعض، اي ثنائي اي ثنائي واي جول، ويا الله عليك يا مصطفى، الله على الهدف الثالث الجميل، واحدة من أجمل الأهداف، لكن إيه الربط وإيه الجملة وإيه الراجل ده يا ولد؟ عنده فرصة هنا الربط، جون أنطوي وسندال وسدد في المرمى جول، في المرمى جول، ويا الله يا الله على جول، وهدف الهدف الأول الهدف الأول لمصر المقصة، حسين الشحات حسين الشحات في وضعيته وفي مكانه الطبيعي لما عدل العمدة عماد سليمان وحط كل لاعب في مكانه الطبيعي، أصبح للمقصة شكل تاني شكل تاني، وأداء جميل، وجود أنطوي والساندة جميلة، والحطة الأجمل يا ولد يا ولد، حسين الشحات يلعبها حلو قوي. بص شوف هنا التحضير التحضير والباك باص الجميل، يلعبها له ويسندها له حسين الشحات من الشبكة من الشبكة، إسلام طارق يجيب الكرة من الشبكة، يا ولد يا ولد، وجه القدم الخارجي حاططها ايه؟ لا مؤثر قوي. الهدف الثاني يا ولد، تراوري تراوري عرضيه، جول جول جول، هي في الشبكه، هي جول، لسه بقول في هدف جاي، ولما المقصه بيسجل هدف يجيب الثاني يجيب الثاني، وقادر على الثالث، وهو هو حسين الشحات، ويا الله يا على الماتش، قلنا ده ماتش من ماتشات الدوري الانجليزي، واحده من الماتشات الكبيره قوي في الكوره المصريه، وحسين الشحات اتوظف، يا سلام عليك يا ساحر العمده عماد سليمان، وكأن الراجل ساحر في الشوط الثاني، غير وعدل كل الاوضاع،
وحط كل لاعب في مكانه الطبيعي، ووظف حسين الشحات في المكان الرائع المميز اللي يقدر يسجل منه، واللي قادر يسجل الهدف الأول والتاني عشان الشحات يلعب في المرمى. عاوز يمر حسين وفاول، فاول فاول من الأماكن السحرية، وحسين الشحات عامل كل حاجة. هو ده مكانه، هو ده مكانه اللي يقدر. سبحان الله، المدرب اختياراته للاعب لإمكانياته وتوظفه في المكان المناسب ليه، هتاخد منه كل المخزون الفني اللي عند اللاعب بموهبته بأدائه بإنتاجه. أي إنتاج، أي إنتاج لحسين الشحات، الراجل ده ما عادش يلعب باك يمين أبدا. حاجة زي محمد بركات كده، نجمنا الكبير قوي كان في النادي الأهلي، تحرره تحت الفراودة في آخر 30 متر كسر الدنيا. يلعب باك يمين إنتاجه الفني يقل. هي طبعا ده دور المدرب ودور الكاتشانة ودور المدربين الكبار. كرة ثابتة، وما أدراك ما المواقف الثابتة، لما يبقى عندك لاعبين يقدروا يسددوا المواقف دي ويلعبها لك بشكل متقن. سلام عليك يا أبو تريكة، واحد من النجوم اللي ما تتنسيش أبدا. كرة زي دي تبقى مكانها شبكة. حسين الشحات جول، حسين الشحات عملها، عملها حسين الشحات. ويا الله يا عليك يا هاتريك، يا هاتريك يا نجم يا كبير. اي تعديل واي كوره، وقلنا هيعدله، ولما المقصه يسجل هدف اول يقدر يجيب الثاني والثالث. ويا الله يا رباه، يا على كره القدم، يا على الساحره المستديره. يا سلام عليك يا شحات، حسين الشحات. وتلاتة تلاتة، وتغييرات طبعا غريبة وعجيبة، قلنا يعني تغييرات من بدري قوي. الانكماش والتحول من الشخصية الهجومية للشخصية الدفاعية ادت طبعا الافضلية. هنا يا ولد حاططها بايدك يا ابني، حاططها ايه منشن، والراجل حاططها وكأنه راكنها. يا على الجمال والروعة والماتش.